معلومات أولية تقول أن هناك مساعي قطرية حثيثة للسماح لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه يغادر تونس مقابل حوافز مالية. لهنا أيضا المعلومات تقول أنه رئيس الدولة متشبث بعدم السماح له بمغادرة البلاد. شعري وعادي، وهو غنوشي معروف ومتآمر على دول مش على دولة، تآمروا على سوريا، تآمروا على فلسطين، تآمروا على اليمن، تآمروا في ياسر بقايا. معناتها هو انا معاه غنوشي يخرج، ما يخرج معناتها ما يخرج كان على معناتها ما ثماش هذه حاجة اللي هما يقولوا قيس سعيد ما يعرفش يحكي وما يعرفش يخدم سياسة. على الأقل قيس سعيد ما يسمسرش وما يبيعش وما يشريش، فهمت ولا؟ على ذلك هو مبادئ، هم يبين لهم حاجه كبيره، معناتها قيس سعيد شد مبادئ، وهذيك الحاجه العاديه متاع قيس سعيد انه ما اذا كانت مرحبا بها اختنا قطر ونتفاعلوا معها اقتصاديا ومصالحنا معها، اما لكن السياسه متاعنا يفهموها، راهو السياسه متاعنا حد خط احمر، راهو ما فيش لعب. معناتها خاطر فسر لك حاجه، نجم انا ما نتفقش مع قيس سعيد لكن ما نخونش بلادي. انا ودنا انا قلت لك كنت معارض الخوانجيه، معناتها كان يجي اي عدو يجي من برا نهز سلاح مع بلادي، كيفاش تو هذا كلام نهز سلاح لدولتي انا، فهمت ولا؟ نعارض ثم ياسر عباده قاعده تعارض، فهمت ولا؟ وهذا ما حريات شنو؟ سامحني خلينا نتعلموا شويه ديمقراطيه، نعلموكم شويه ديمقراطيه. احنا رانا ود شارع 10 سنين كل مسيره، عمر 10,000 مسيره، فهمت ولا؟ وما عمرنا ما سبينا عباد وما عمرنا ما اعتدينا على العباد، فهمت ولا؟ كنا نخرجوا هنا وقت اللي استشهد رفيقنا شكري بالعيد، وقت اللي استشهد رفيقنا محمد ابراهيم، كنا نجموا نقاوموا البلاد، راه فهمتوا؟ لكن احنا حبينا نظامنا سلمي ديمقراطي، هو اللي سقطنا به النهضه وسقطنا به بن علي وما نخافوا من حتى حد، فهمتوا ولا؟ دونك هنا انا بونك تحكي لك تو كناشط حقوقي، عنده حق يدافع على روحه، وانا مع تطبيق القانون وبالقضاء يتحاسب يا خويا على اي حاجه. ما نحبش انا كيل التهم، انا كونتر كيل التهم، لكن احنا نحبوا نلوجوا ديما على 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 محاسبه عادله. هذه ما كانش في قضاء البحيري، ما كانش، هما كانوا يقولوا لنا برا نمشيو للقضاء، فهمتوا ولا؟ برا نمشيو للقضاء تو هاك البحيري هذاك. انا هنا نورمالمون ندد، هنا نورمالمون كدوله يزبدوا تجبدوا قضيه جيلاني الدبوسي الله يرحمه، وهو سميه واحنا ان شاء الله نسدوا شهيد، فهمتوا ولا؟ خاطر هو خرج يتعارج، قول له يا بحيري انت خرجت تعالجت، فهمتوا ولا؟ فين تقول له في الحبس عنا طب، معناتها الراجل كان اسعفوه لا قدر ربي، معناتها مع الاقدار، فهمت ولا؟ كان ينجم ما يموتش الدكتور جيلاني دبوسي، فهمت ولا؟ دونك احنا راهو هذا نورمال قاعد يصير تو، نورمال يصير من 2011، نورمالمون يصير من 2011، رانا تو مش في الحاله هذه، رانا تو مانيش في الحاله هذه، وانا ندعو هنا السيد قيس سعيد يحل ثم دوسي اخطر من البلديات، هو الثروات الطبيعيه نتاع تونس. احنا طالبين ثروات طبيعيه انت تونس تتحل يا خويا، عندنا طريف بترول طريف غاز، خويا حل لنا خويا، حب نشوفوا احنا كشعب، خلينا خويا نشوفوا احنا خويا. وانا متاكد فيه برشا فساد، هذا شوف هذا فساد يعني تطول كل الدوسيات، يعني فهمتي من اللي تاب حتى تطلع الشركات. اش معناتها انت في انا تونسي في البرمه يعطيونا لاسي باسي، كيف هذه فين جات هذه؟ خي الدولة التونسية ولا احنا خويا 20 مارس طالعين ومش نطلعوا باش نستقلوا، لا تقولي لا فرنسا لا امريكا، احنا عندنا سيادتنا، فهمت ولا؟ واللي يحب يضربنا على الطيار. لهنا ضد يا رحال، شكون قطر؟ شكون قطر باش تحكم في تونس؟ ثم حد يحكم فينا احنا؟ دولة احنا تونس رانا ومع الرئيس. ايه انا مانيش ضد راشد غنوشي ولا غيره، وسافر على روحه حر، لكن اذا كان قانون هذا غلط خلص البلاد، حاسب ما عندك شيء تفضل، تحب تعيش في قطر عيش في قطر، تحب تعيش في تونس عيش في تونس، المهم انت كنت رئيس برلمان، صار برشا حاجات في البلاد بدلت من 2014 لتو، ثم برشا حاجات برشا فساد عام في البلاد، ولا عينه الرئيس. انا مانيش مع الرئيس وما عمري ما نخبت وما نخبت لحتى واحد، اما القرارات اللي قاعد ياخذ فيها ربي معاه واحنا معاه. احنا لنا ضد راشد الغنوشي ولنا ضد قيس سعيد ولنا مع قيس سعيد ولنا ضد راشد الغنوشي. انا كي تعطيني رئيس مستقر البلاد معيشة ترخص وتنقص البطالة ونسامحوا بعضنا ونرجعوا لديننا ركز لي فيدي، نرجعوا لديننا نعيشوا ناس كلها باس، عز شعب احنا شعب تونسي متسامح،
يمشي لفرنسا كما قلت لك على الزغنوشي، واللي حب يمشي يمشي على روح. لكن خويا عملت حاجة في حق أي مواطن تونسي مهما تكون سيفته، أي مواطن مهم تونسي تخلص. بالنسبة لي أنا يغادر، خاطر الحقيقة ما شفناش حتى تغير. هو لا محالة كي يغادر كي يبقى الوضع هو هو، معناها ماشيين في الرجوع بعد الثورة. كي نجوا نلاحظوا المنظومات الكل تشد الحكم، ماشيين يوخروا، ماهمش يقدموا. حتى اللي عنده برنامج باش يقدم فيه يجي الاخر يطيحوا، فهمتي كيف؟ عنده برنامج تو ما نعرفش كالباجي، عنده اهداف يحب يحققها مثلا، يخدم عليهم 4-5 سنين، يجي ما نعرفش يجي رئيس النهضة يشد الحكم يطيح اللي خدم عليهم هذاك 5 سنين ويعاود من الصفر باش نبقوا في الدوامة هذه. راه مهما اي رئيس يشد ما عندنا وين باش نوصل، باش نبقوا ندوروا في نفس الدوامة اللي هي في السفل. لازم اللي يحكم اللي يجي بعد ويكمل على الاقل في نفس الهدف باش نوصلوا لحاجة، باش اللي يجي ويطيح البرامج اللي عملها الرئيس اللي قبله باش تبقى الحكايه هي هي، معناها مشنا باش نوصلوا حتى النتيجه. باهي، ما تعتبرش انه في صوره ما معناتها يتم السماح للغنوشي بمغادره البلاد هو هروب من المحاسبه؟ بالنسبه للمحاسبه لو في يعني عنده مشكل سيحاسب، وحتى ولو كانت يعني في مشكله لا حوسبه يعني، ما دامه هو البرة معناها ما عندوش مشكل، ما عندوش حوايج عملها زايده. هذا حسب رأيي انا ضد السيد هذاك بالذات، يزمو يتحاسب هذاك السيد هذاك بالذات، هذاك يزمو يتحاسب. كي يتحاسب ترى الشعب التونسي يتفرهد اكاو. اذا المهم تصير المحاسبه من بعد، يغادر ما يغادرش هذيك اموره، والا لا 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 يتحاسب ويمشي حتى بلاصه يتحاسب هنا، خاطر هو تعدى الشعب يتحاسب لهنا وما يخرجش ويمشي حتى بلاصه هنا في تونس، ما يخرجش من تونس. فهمني؟ كان نخليه يخرج من تونس تو سيبوه تو نقولوا له برا على روحك وما صار شيء وبوسخوك لا لا لا. يولي يمثل خطر خارج تونس؟ اكيد اكيد اكيد. هو بالنسبه للغنوشي انا نحكي كراي، انا نحكي يا ريت السيد هذاك من عاد وقت تحكم بالعدين في عهد بورقيبه وشد الزين العابدين الله يرحمه الحكم ما عدموش، أكبر غلطة. والسيد هذاك ريت كان تحكم عليه توا انتهت في كل شيء. القوة الضاربة هو، واللي تحته هو العرايض، والآخر هذاك نتاعنا اللي كان شد وزارة العدل البحيري يمين ويسار تاع غنوش، هذوما زوج توا موجودين يكملوا غنوش انتهت. انا بالنسبه لي انا انتهت. لا يلزم يتحاسب على خاطر ما عملش شويه هو، ويلزم يتحاسب محاسبه كبيره زاده. انا اسمي تونس النفاتي، هاو باش نزيد نعطي اسم، لعل وعساه اك الناس اللي يبعث فيهم يبعثهم لي. تونس النفاتي، نسكن في حي ابن سينا، هذا عنواني، فهمتي؟ أما رشد الغنوشي يلزم يتحاسب ويتعاقب معاقبة كبيرة. يعني ما يغادرش البلاد وما نخلوش يغادر البلاد. ما نخلوهش يغادر البلاد، اش عملنا وجاه مليح، يعمل الأعمال هذيك كله ويمشي عاد، ما هيش معقولة ظهر لي، لا اللي على اللي بعقله لا حتى المهبوط. رشد الغنوشي بالأخص، أنا مثقفة راني ونفهم، ونعرف التصفير ونعرف، واتصلت برشا من الشباب وسألتهم وهما اللي هنا وياخذوا في الشهريات واعطوني برشا معناتها. أما بنيتي أنا مرة نخدم على يتامى حد روحي بعيدة، إنما كيف جت الثورة والدنيا اتخذت علينا وزيادة على هذايا، فهمتي ولا لا؟ عاملين فزاعة، الراجل يحب الإطار الكل يبدل قيس سعيد. أنت عائلتك كي تلقي فيهم واحد مش ثقة تبعدي عليه وتبدي محطاطة منه، ما بالك هم كلهم فزاعات ودنيا عاملين هكاكا، خلوا الراجل يخدم على روحه. احنا الزواولة والشعب التونسي راضين بيه، اش يهمهم هم في ويدخلونا في امريكا؟ يا اخي امريكا منين جت؟
علاش ما دخلتش في بريطانيا على تهجيرك السمر هذوكم اللي هجروا فيهم؟ هو شنو اللي قال؟ بعد على القانون، هو قانون جي في حد ذاته وثقافته كلها قانون، فهمتي ولا لا؟ باش يعرف القوانين. وقت اللي لقى ناس كلها فساد والكل، انت عائلتك تبعدي ما عادش تاخذي رايها، هذه عائله فبعضها تقولي لا نستغنى نمشي الا باللي في مخي. هو هكاك، هذا هو لا عنده قصد في المز... لا نعرفه صدقيني، وحق يوم الحق وهي عواشر. انا مره مثقفه صحيح ونتبع في التلفزه، ما عنده حتى غايه، انما يحبها البلاد تركح والناس تتفرهد. وعليش هذا كليك فزاعة؟ هاي عجباتك المحكمة بعدي بالقضايا؟ أنا عندي أرض بابا من قبل الثورة 70 هكتار، صدقيني أعطوا علي الرشاوي، فهمتي ولا لا؟ في صفاقس أعطوا الرشاوي وكل رئيس يطلع لي بطلعة، ولا حزتها، أرض بابا حقنا، فهمتي ولا لا؟ إذن بارك الله فيكم أنتم، وما نتمنى لك، نتمنى ما تقصي لي حتى كلمة.